أرجوكم يا بنات خليكم عاقلين في ردود أفعالكم لأخطاء أزواجكم. إحنا مش بنقول للرجال اغلطوا، أكيد لا، لكن بنقول باب التوبة مفتوح. إذا كان ربنا بيسامح فالأولى شريكة الحياة تسامح، إذا كان ربنا بيستر فالأولى شريكة الحياة تستر. إذا كان ربنا اللي ما بيغلطش بيغفر، يبقى الأولى الإنسان اللي بيغلط يبقى عنده استعداد للغفران. وده كلام متبادل، بمعنى إيه؟ كمان الراجل مع مراته يبقى عنده استعداد للغفران والستر والتشجيع لمراته، والأمور تعدي، ما نقفش كده في يعني مواقف عنيفة متشددة.